بالنسبة لمرض عموما نصفية كانت تعاملي وقائي وعلاجي. مثل ما تعرفون البصرة يعني امتازت خلال فترة جائحة كورونا بسيطر على هذا المرض، فاحنا وقائيا بدأنا بعقد اجتماعات مع مدراء المؤسسات الصحية في المركز الوطني للنواحي، وعقدنا اجتماع آخر مع ممثلين من البيطرة، تعرفون هم معنيين بشكل كبير في هذا الموضوع، والزراعة والبلدية والبلديات وقيادة الشرطة وقيادة العمليات. جاي يأدون اللي عليهم بسرعة؟ طبعا يعني الآن صدرت بعد أن سجلنا حالة، يعني إدارة صحة البصرة هي مجهزة بأحدث الأجهزة بالإضافة إلى كادر طبي متخصص من أطباء اختصاص وكادر صحي متقدم وإداري، والمريض يمكن سجلنا حالة يعني حالته مستقرة. بدأنا بفحص الملامسين، أعطاء توعية للمواطنين بصدد هذا الموضوع. الموضوع موضوع بيطري. البيطري يعني أولا أنه الحيوانات كلها يتم لها تغطيس، تغطيس يعني عملية تعقيم الحيوان قبل لا يبدون يعني يدخلون المجازر، هاي واحد. رقم اثنين عملية التطهير اللي هي عملية رشم مبيدات تصير للحظائر الحيوانية. هاي الإمكانيات تحتاج إمكانيات كبيرة. نكون واقعيين، المجازر اللي بالبصرة الرسمية هي جدا قليلة، أغلب الآن يعني هي مجازر عشوائية، قد يكون ممكن أنتج فد رقم يعني أكثر، حوالي أكثر من 80-70% مجازر عشوائية. ولاحظنا أن المجازر هذا يسجل التخوف لديكم دكتور أنه مجازرنا 80% عشوائية؟ يعني هذا هو أصلاً انتقال المرض ممكن يكون عدم وجود لا عملية التغطيس المواشي ولا عملية موجود رش مبيدات للحظائر الحيوانية، فاعتيادي راح يكون هو خارج السيطرة واللحم يكون غير مختوم، والمواطنين يفضلون بعض الأحيان. وأنا بصراحة خلال الاجتماع أيضاً يعني طرحنا شفنا أنه لا توجد في الأقضية والنواحي، نصوري أغلب يعني كل نواحي الأقضية والنواحي فيها البصرة لا توجد بها مجازر حكومية رسمية.